تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وأيضا برعاية دكتور نيوتريشن. في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ وكل القنوات التي نتواصل فيها معكم مستمعين ومتابعين، يعني اللي عنده أي ملاحظة، عنده أي اقتراح، عنده أي نقد بناء لأي من خدمات هيئة الصحة بدبي، سواء في مراكزها الصحية أو مستشفياتها أو المراكز المتخصصة، ممكن أنكم تتواصلوا معنا على الأرقام التالية 600-55-1414، هذا للاتصال، للإسمس على 4006، وأيضا موجودين معاكم عبر إنستا لايف في موقع نور دبي على الإنستغرام، وأيضا موقع هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_دبي. صباح الخير من إدارة التنظيم، مشكورين على برنامجكم الطيب وعلى استضافة أعضاء الهيئة، شكرا لكم، شكرا لمتابعينا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباحكم الله بالنور جميعا. إذن ما دام نحن نتحدث عن السوشيال ميديا، خلونا ناخذ الفقرة الخاصة بالإعلام الاجتماعي مع مسؤولة الإعلام الاجتماعي عندنا في هيئة الصحة بدبي أسمى الجناحي. صبحت الله بالخير يا أسمى. صباح الله بالنور والسرور. صباح الإيجابية مثل ما يقولون. صباح الإيجابي، صباح الأحد اللي يحبك الأحد. يا سلام عليك أسمى، خبرينا شو في عندنا جديد على وسائل التواصل الاجتماعي. الأشياء الجديدة، نحن عندنا في الخبرين مركز دبي للسكري يدخل تقنية ثلاثية التصوير ثلاثية الأبعاد لشبكية العين. تعرف مرض السكري تأثر عندهم شبكية العين بعد فترة. صحيح. فدخل الضريع إنه ما يحتاجون يحطون قطرات يكبرون البؤبؤ وغيره، لكن هذه التقنية توفر عليهم مثل هذه الأشياء. جميل. أيضا مستشفى دبي يستخدم تقنية جديدة لاستخدام، يتم استخدامها أول مرة في الإمارات لإعادة السمع للي عندهم ضعف تماكن جمجمة الرأس. ممتاز. فهاي تقنية أيضا موجودة مستشفى دبي. غير نحن المركزين هذا الأسبوع على موضوع الأخصاب، وننشر معلومات من مركز دبي للأمراض النسائية والأخصاب. في وايد أشياء نحن نسويها تؤثر في المستقبل على الإنجاب وغيره، سواء الرجل والمرأة مو بس المرأة. فالناس دائما يتحرون المشكلة تكون في المرأة. لا لا ما يتحروتي احيانا حتى هذه اعتقادات قديمه. لا لا حتى التدخين يؤثر على فكره. سبحان الله. عموما الأسماء، نحن عندنا العديد من في بداية الأسبوع ضع هدفا لإنجازات عظيمة وخطة خاصة لتتميز بعملك. دمتم بصحة وسعادة دائما. شكرا لك أسماء ويعطيك العافية. وحقيقة يعني هنالك الكثير من المفاهيم الخاطئة. اليوم في حلقتنا اليوم نحن نتكلم بعد كذلك عن واحدة من المهن الإنسانية، من بعد ما يعني توقف مع الفاصل القادم اللي بعد 5 دقائق تقريبا. لكن قبل الفاصل خلونا نذكر بسلامة اللي دوم تسلم عليكم. سلامة مشروع الملف في الطب الإلكتروني الموحد، هذا المشروع اللي قامت به هيئة الصحة بدبي يعني وضع الكثير من المعالم الرئيسية لنظام صحي إلكتروني مستقبلي ممكن أن يساهم بشكل كبير في تخفيض الوقت ويعني وضع جودة أعلى للعلاج، وأيضا
يعني توفير الكثير من المواضيع اللي ممكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل حتى الأخطاء الطبية. ليش؟ قبل أقولكم ليش، خلونا بس نذكركم بالمتطلبات الخاصة بهذا المشروع. يعني الهيئة توجه عناية المتعاملين اللي عندهم مراجعات طبية في مستشفى راشد، في مركز دبي للأمراض الجلدية، عيادات المطار، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز البرشة الصحي. مستمعينا يبوا معاكم الهوية الإماراتية، بطاقة صحية، البطاقة الصحية، وأيضا بطاقة التأمين الصحي إن وجدت. هذه المسألة اللي مرة واحدة عشان بس نربط بياناتكم بمشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد. وايد مسألة مهمة عشان واحد يحصل العلاج الكافي. ليش قلنا هذا الكلام؟ لأن أنت مدام شايل ملفك الطبي معاك وين ما بتروح وعندك تاريخ طبي موجود إلكتروني، فأعتقد أن يعني العلاج بيكون أوضح بالنسبة للطبيب. عموما يقولكم شو موضوع اليوم، أخبركم شو موضوع اليوم بعد الفاصل، أخبركم موضوعنا اليوم وايد جميل. بس لكن بين الدراسات الجديدة يقول مشاهدة الأفلام تحل مكان التخدير العام في سياق العلاج الشعاعي للأطفال. هذه الدراسة توصلت إليها يعني مجموعة توصلوا إليها مجموعة من الباحثين إلى أن مشاهدة الأطفال المصابين بالسرطان لأفلام سينمائية مناسبة لأعمارهم في أثناء تلقيهم للعلاج الشعاعي قد يغنيهم عن التخدير العام. أيضا وجد الباحثون بأن مشاهدة الأطفال لأفلام من قبل يعني مثل هذه أنا ما لحقت عليهم زين، سبونج بوب وكارز وباربي، هذه المسلسلات قد تقلل من اختلاطات وتكاليف العلاج الكيميائي في سياق الإصابة بأورام في الدماغ أو العظام أو غيرها من الأنسجة، وهي أورام نادرة عند الأطفال بكل حال. تقول المعدة الرئيسية للدراسة والمعالجة الشعاعية كاتيا أوغواس، يتطلب العلاج الكيميائي زيارة المستشفى بمعدل مرة واحدة كل أسبوع على مدى 4 إلى 6 أسابيع، وينبغي على الطفل الالتزام بعدم الحركة طيلة فترة الجلسة العلاجية، مما يستلزم التخدير العام للحفاظ على هدوء الطفل. كما ينبغي على الطفل الصيام عن الطعام قبل 6 ساعات على الأقل من تطبيق العلاج الكيميائي. وتضيف قواس أن أردنا من خلال هذه الدراسة معرفة ما إذا كان عرض فيلم محبب للطفل على شاشة التلفاز سيساعد على البقاء بدون حركة وبالتالي تجنب التخدير العام. وجد الباحثون بأن مشاهدة الطفل لفيلم يحبه يحافظ على هدوءه بشكل جيد جدا، كما قلل من وقت المعالجة والشدة النفسية المصاحبة لها سواء للأطفال أو لعائلاته، مشيرة إلى أن لمعالجة التي كانت تستغرق سابقا ساعة أو أكثر لم تعد تستغرق أكثر من 15 لين 20 دقيقة. هذا الموضوع أنا بخبركم الحين، هذا الموضوع أنا شفت اكتشفته في الحلاق. تخيل يوم يبون الأهل يابا والولد للحلاق. طبعا أنا عندي فترة الحلاقة هذه القيلولة اللي أنا أخذها زين. فتخيلوا يجي طفل يدخل شو يجلب الحلاق فوق تحت ويصيح ويصيح ويصيح، تقعد أنت تشيط الطالع يا ربي هذا متى بيسكت متى بيسكت. لكن في أهالي أذكياء يايبين جهاز الآيباد حطوا عليه رسوم متحركة، يجلس يطالع خلاص نسى الوضع تماما، نسى صوت المكينة والحلاق وكل شيء، فيكون هادي. فسبحان الله تذكرت الموضوع مع هذه الدراسة. عموما ما يضحك أدري ما يضحك، برنامج جميل بعد عسل فيه والله. مضايجات ليش مضايجات خواتي؟ صباحكم الله بالخير، ما أسمعكم، جربوا جربوا شوي عشان ندخل السمونة. صباحكم الله بالخير. طبعا أنا بس عادة أقدم ضيوفي بعد الفاصل، ولكن اليوم أنا بتكلم يعني بقدمكم بداية الفاصل وبعد الفاصل بعد ما نتكلم عن هذا الموضوع. اليوم أنا معايا من اليمين إلين اليسار إنزين، معانا يسرية مالك الكندي مسؤول التمريض بمستشفى دبي، وعندنا خضرة مسعد الماطري مسؤول التمريض بمستشفى راشد،
وعندنا خديجة محمد السليمي مشرف التمريض في قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى اللطيفة. هذيلة بارك الله فيكم ممرضات إماراتيات وصلوا إلى ما يعني مستوى عالي من يعني المهام الإشرافية. كيف وصلوا لهذا المستوى؟ وأصلا ليش خذوا هذا التخصص؟ وشو هذا التخصص من تحديات فيه؟ وليش عندنا قلة في هذا التخصص من قبل المواطنات والمواطنين حتى؟ ما عندنا، ما أدري إذا عندنا مواطن يشتغل ممرض ولا حد؟ في عندنا في الهيئة؟ بالهيئة لا، في الهيئة ما عندنا، لكن على مستوى الدولة فيه. فيه. طيب، ما نتعرف على وايد تفاصيل بهذا الخصوص، لكن عموما ما نطلع فاصل، بعد الفاصل متواصل معاكم. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. متواجدين لايف على نور دبي في انستغرام نور دبي، وأيضا على DHA_دبي. وفاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. متواصلين معاكم على الأرقام التالية 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا على حساب نور دبي في الإنستغرام، وأيضا على حساب DHA_دبي DHA_دبي. السلام عليكم، إذا الشخص خارج الدولة لازم أسوي له تأمين صحي ولا كيف؟ ما دام عنده إقامة صادرة من إمارة دبي حتى لو كان خارج الدولة يجب أن يكون هنالك عليه تأمين صحي. ما دام هذه الإقامة صادرة من إمارة دبي، إقامة صادرة من إمارة دبي وسارية المفعول، يجب أن يكون عنده تأمين حتى لو كان خارج الدولة. ولكن إذا ما سويت له تأمين بيتخالف، ونحن ما نبغي حد يتخالف. أي واحد عنده سؤال يتفضل. ما شاء الله في واحد عندي هنا على إنستغرام خذ دور، يعني جزاك الله خير يا ما أدري آر بي أحمد أو شيء شيء، فيزاك الله خير. عموما احتفل العالم يوم أمس 12 من مايو الجاري باليوم العالمي للتمريض، الذي يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على هذه المهنة الإنسانية واللي تشكل مستمعينا العمود الفقري لكافة المؤسسات الصحية في العالم. يعني مهنة التمريض واحدة من المهن المهمة جدا في تقديم الخدمات العلاجية للمتعاملين أو المرضى، ما نبغي نقول مرضى ولكن لجميع العملاء. فما نتحدث عن هذه المهنة بشكل عام وتجربة عدد من المواطنات الملتحقات بهذه المهنة وجهود هيئة الصحة بدبي لتحفيز وتشجيع المواطنين للالتحاق بهذه المهنة. فرحبوا معاي في الاستوديو مثل ما قلنا قبل الفاصل، عندنا خديجة محمد السليمي مشرف التمريض في قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى لطيفة، وأيضا خضرم مسعد الماطري مسؤول التمريض بمستشفى راشد، ويسرية مالك الكندي مسؤول التمريض بمستشفى دبي. الحين أشوفوا أنا بخبركم، أنا ببتدي مع الأكبر سنا، منو فيكم أكبر وحدة؟ ها مشرفة لا زين اعترفتي، عادة ما يقولون البنات. زين عموما أنا يعني خديجة أبغي أتكلم عن هذه المهنة بشكل عام، وهذا السؤال يمكن باخذه كتجربة منكم أنتم، ما ناخذ يعني على الأقل لين الفاصل الأول ما نتحدث عن تجربتكم الشخصية في هذه المهنة، خلوا الناس يعرفون ليش اخترتوا هذه المهنة. فخبرينا يعني شو قصتك مع مهنة التمريض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أخوي على الاستضافة وتسليط الضوء على مهنة التمريض في هذا اليوم. كوني مشرفة التمريض الحمد لله باللي وصلت له اليوم كان بعد مجهود سنوات طويلة طبعا، ومريت فيه بمطبات وأمواج مثل ما يقولون. بداية المهنة أولا كانت بعد تخرجي من الثانوية العامة. هو الموضوع مثل ما يقول لك نصيب في الآخر أنك أنت تدخل المجال هذا، ولكن أنا كان حبي ولي شغف في العمل في المستشفى سواء كان من الطبيب أو ما شابه. بس اللي شدني للتمريض أن كان في لي من أحد أفراد الأسرة
موجود في نفس القطاع وشغال في التمريض، فكان عندي شغف بالنسبة لهالموضوع ودخلت في نفس المجال. وسبحانك ربي، يعني كان بعد مجرد تخرج من الثانوية العامة دخلت الانترفيو، والحمد لله نجحت من أول مقابلة وتخطيت الامتحان وكنت من الأوائل يعني من المعهد في حالة اختياري. ومن هنا بدأ المشوار. وطبعا أنا لي الفخر أن أكون أول منتسبة من البنات المواطنات اللي كانوا في معهد التمريض اللي كان موجود في مستشفى راشد سابقا، وأعتبر من الجيل القديم يعني جيل الطيبين. خضرة، أنت عندي ما شاء الله في وايد فانز، أحلى مسؤولة خضرة وداشين، يعني مخبرة الجماعة أنك أنت طالعة معاني يمكن، ها؟ سوية دعاية. سوية دعاية شكلتك. عموما خضرة، خبرينا شو قصتك أنت، خبرينا. أول شيء السلام عليكم. السلام. ومشكور أخي محمود على الاستضافة الطيبة هذه وعلى المبادرة جدا جميلة، يعني تعطينا مجال ان احنا نوضح دور التمريض ونحاول قد ما نقدر نغير الرؤية او النظرة الاجتماعية لهالمهنة. سبحان الله نصيبي انا لو ارجع في الزمن اللي ورا ما في سبب اني انا دخلت التمريض. جربي من المايك بس عشان نسمعك. اي انزين انزين. اي دخلت مع اختي جامعة الشارجة في على مجال ان ماخذين منحه من عن طريق هيئه الصحه في دبي بعد. ممتاز. والحمد لله توفقنا فيها في المنحه وكملنا دراسه فيها وانتسبنا لهالمهنه. طبعا اكيد فيها صعوبات، مو بسهله، اي مهنه في اي وظيفه في العالم فيها صعوبات. طبعا الاختلاف بسيط لان الاختلاف من مهنه لمهنه، لان هاي المهنه فيها وايد يعني تتعرض لناس مرضى، تتعرض لناس مراجعين، في النهايه هي مهنه انسانيه بحته وفيها من الأجر والثواب اللي الواحد ما يتخيلها. يعني يكفيك أنك تتعامل مع إنسان محتاج، إنسان تعبان، وآخر شيء تلقى منه كلمة جزاك الله خير، هاي تغنيك عن الدنيا وما فيها. ما شاء الله والحمد لله. نزيل، في سؤال هنا كان يقول إذا عندكم وظائف وكذا زين كيف ممكن نقدم؟ طيب على موضوع الوظائف نحن نتكلم معاكم على هذه المسألة زين قدام، يعني ليش انتم اخذتوا هذه الوظيفة وكذا، ولكن نروح حق يسرية. تعالي شوية قدام عشان بس اسمعك والناس يشوفونك وخبريني قصتك. السلام عليكم ورحمة الله، نشكر على الاستضافة أول شيء ونشكر هيئة الصحة. وصراحة بالنسبة للتمريض يعني صار لي الحين تقريبا 13 سنة اشتغل بالتمريض. اخترت مهنة التمريض بسبب عائلي أولا، لأن أبوي الله يعطيه الصحة والعافية يعني كان في حادث سيارة واستوى مشلول، ومن بعدها يعني صرت أشوف يعني أمي تشتغل مع أبوي يعني بشكل يومي، فعجبني هذا الموضوع وعرفت أن هذا اسمه تمريض. ومن بعدها يعني أختي الكبيرة دخلت التمريض، والحين نحن حاليا في العيلة 4 ممرضات ما شاء الله، أنا وخواتي الثلاث ما شاء الله عليكم. إذا أنا لاحظت أن في قصة إنسانية دائما من وراء اختياركم لهذه المهنة، حلقة توصل يعني سبحان الله. حتى أنا شفت مع الممرضات السابقات اللي أنا ممكن التقيت معاهم قبل كانوا يقولون نفس الموضوع، أن في يعني دافع. سبب أو دافع إنساني يخص إنسان قريب أو عزيز على قلبه. فسبحان الله أن هذا الدافع موجود عندكم أنتوا الثلاثة، موجود. والله حبيت موضوع اليوم خاصة أن هذا التخصص نادر في مواطنين وفي وايد تحديات. صحيح ما شاء الله، أفضل مهنة في شرف. خديجة من أحلى الممرضات أخلاقا، ولو كانت تتذكرني كنت أشتغل معاها. آمنة تذكرينا. إنزين وايد آمنة أتذكرها. إنزين عموما عندي شغل يومين، عموما واحد يدور إجازة مرضية، تعطون إجازات مرضية؟ لا مو في صلاحياتنا. في حد يقول عندي شغل. المهم اصلا عمل التمريض عمل انساني بحت، صح؟ انزين مهنه نبيله واعده للمواطنات. واحد كان يتكلم عندكم وظائف انزين في هيئه الصحه، المجال مفتوح للمواطنين. انا بتكلم اليوم بما ان نحن نتكلم عن مهنه التمريض بالتحديد، فكنا قبل الحلقه كنا نتناقش في موضوع الدكتوره إن ليش ما في وايد مواطنين في هذه المهنة، شو السبب؟ مع أن هنالك الكثير من الحوافز، أنا أعتقد حتى على المستوى المادي يعني المهنة فيها مستقبل وظيفي واعد وفي إنكم كويس يعني من وراء هذه المهنة. واللي أهم من هذا قلتي لي الوظيفة مضمونة. نعم
ممكن أنا ممكن أرد أقول أجاوبك على هالسؤال. إحنا ينقصنا بصراحة التسويق، التسويق الفعال بالنسبة لمهنة التمريض. ما عندنا تسويق بالنسبة للمهنة على مستوى الدولة، ممكن أقول لك يا أخوي محمود، لأن فعليا إحنا لو سوينا مثلا مبادرات ونروح للمدارس الحكومية ونبتدي مثلا من الفئة اللي هم في الدراسات أو في مجال الثانوية العامة، خليهم ياخذوا فكرة عن مجال التمريض ونعطيهم شو هي أساسيات التمريض، يكون تسويق بالنسبة هالمجال. لأن إحنا أغلب الجامعات مثلا يصير فيه تسويق بشكل عام للوظائف الثانية، بس فئة التمريض بالذات مظلومة، ممكن أقول لك بشكل خاص. طيب هني في أحد يقول هل في يوم عالمي للممرض لأنه يتعب أكثر من الدكتور؟ البارحة كان اليوم العالمي للتمريض. الممرض والممرضة ينتميان لفئة واحدة، بس هو أمس يعني كان هو كان يوم الجمعة تاريخ 12. خبرونا عن التحديات وكيف تشجعون باقي المواطنات للدخول في هذه المهنة. بس خليني واحد يسأل كيف نقدم عندكم. ادخل على www.dha من دبي هيلث اثوريتي .gov من government.ae، هناك في آيكون خاص بالتقديم على الوظائف المتاحة. تفضلي. خلنا ناخذ خضرة. ناخذ خضرة. يلا. تحديات التمريض. التحديات. إيه. تيجي أحس وايد كلام. لا لا بالعكس أنا ما يعني ما أقدر أسميها تحديات، لأن يعني أنت في إيدك كشخص أنت اللي تتحكم في التحديات، تخليها تحديات ولا تخليها إنجازات. فرص تحسين. ولا طموح ولا أنت يعتمد من شخص لشخص. كلام التحديات صحيح. الأساسية اللي. وهذه موجودة في كل المهن. إيه كل المهن. بس قلت لك الفرق في مهنة التمريض أنه مجال إنساني بحت، أنت تتعامل مع ناس يأتينك بحاجة، يعني مو أنت ما تتعامل مع كاستمر عادي. كاستمر تبى تقدم له خدمة. صحيح. أو خدمة إنتاجية أو خدمة ربحية. أنت تتعامل مع إنسان مريض، إنسان محتاج نوع معين من الرعاية. رعاية نفسية، رعاية علاجية، وتختلف من شخص لشخص. التحديات اللي كانت موجودة أول بداية طبيعة العمل، كأنك تتعرض لناس مرضى، تتعامل مع يعني تكون في خطورة أنك تأخذ عدوى أو أنك هي أو أنك تتعامل مع ناس مثلا تعبانة نفسيا، ناس تعبانة جسديا، ناس يعني طريقة التحمل مالها الغضب غير، تفرق من شخص لشخص. التحدي الثاني كان عبارة عن طبيعة العمل نفسه، بيئة العمل نفسها، انك تعاد داوم مثلا انت كممرضة اماراتية راح تتعامل مع جنسيات مختلفة، مع فئات واجناس مختلفة، من مع اعراق مختلفة. هذا كان بعد نوع من التحدي. اللغة ما شاء الله، كم لغة تتكلمون؟ ما أتكلم عربي وإنجليزي، بس أفهم يعني أفهم على الأردو، أفهم على يعني زي. ولغة الجسد يمعتي إضافة إلى لغة الجسد. لغة الجسد وايد مهمة. جميل. هي. جميل. وطبيعة العمل يعني إن كنا قبل نسوي مثلا الشيفت ديوتي اللي هو الثمان ساعات 12 ساعة، يختلف من مكان لمكان. جميل. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله مع الإدارة، مع الدعم اللي كنا نحصله من إدارتنا في الهيئة نفسها وإدارة مستشفى راشد، ما قصروا. يعني كانوا يقعدون معانا أول بول، يتابعون معانا التحديات ويحاولون يعالجونها أول بول. جميل. يسرية أنت موجودة في قسم وايد، يعني ممكن حد يسمع الاسم يخاف أو أنه يكون شسمة عنده أكثر من تفكير قبل لا يدخل في هذا القسم. صحيح. ما أدري أيمن، ممكن نطلع فاصل، بعد فاصل نكمل هذا السؤال. أنا بسألك أنت عن تجربتك في قسم السرطان، صح؟ قسم السرطان، ممرضة في قسم السرطان. خلينا أعرف شو هذه التجربة من بعد الفاصل. اللي يبغي يتواصل معنا على 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا موجودين على DHA_Dubai في إنستغرام وكذلك نور دبي. فاصل ورجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، متواصل معاكم عبر برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية دكتور نيوتريشن. إذا موضوعنا اليوم نحن كنا نتحدث عن مهنة التمريض، وهذا الموضوع كان بمناسبة اليوم العالمي للتمريض. الهيئة يعني تشجع المواطنين والمواطنات على الانخراط في هذه المهنة نظرا للحاجة الملحة أصلا لتوطين هذه المهنة بشكل أو بآخر، أيضا لأن المهنة فيها الكثير من الأمور مستمعين الواحد لازم يعني يتكلم عنها، لازم أنه يحاول قدر الإمكان أنه
يتحدث بشكل أو بآخر عن هذه المهنة. أنا طبعا سويت شيء هنا في الكمبيوتر ما أعرف كيف أقرأ الرسائل النصية اللي عليه، لكن بحاول حين إكس ماشي فايدة. زين عموما كنا نتحدث مع ضيوف في الاستوديو، خديجة محمد السليمي مشرف التمريض في قسم طوارئ وعيادات الخارجية في مستشفى لطيفة، يسرية مالك الكندي مسؤول التمريض بمستشفى دبي، وخضرة مسعد الماضري مسؤولة التمريض بمستشفى راشد. قبل الفاصل نحن قلنا بنتكلم مع يسرية عن تخصصها، ان هي موجودة في قسم شوية غريب، قسم امراض السرطان. خبرينا يسرية ليش اخترتي هذا القسم، ويعني هل هو صعب بالنسبة لباقي الاقسام، ولا هل هو مشابه، ولا كل قسم له طبيعة خاصة بالنسبة لكم؟ انتم كلكم ممرضات تدرسون نفس الشيء صح ولا؟ صحيح. لكن اثناء العمل المسألة تختلف اذا انتم في قسم عن الاخر. صح. تفضل يسرية. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا انا اشتغل يعني مسؤوله قسم العلاج الوريدي بمستشفى دبي، ونحن نقدم ثلاث خدمات اللي هو علاج امراض السرطان وعلاج امراض الدم وعلاج الحساسيه. يعني نوعية مرضانا حاليا هم اللي يجون مدة يوم واحد فقط. أوكي. يجون يتلقون العلاج، كان هو كيميائي كان هو يعني بيولوجي أي كان نوعية العلاج، أو يأخذون وحدات الدم ومن بعدها خاص يطلعون نفس اليوم. فهي فيها تحديات صح، بس التحديات الأكبر حق الأقسام اللي يترقد فيها المرضى. كنا قبل اشتغلت فيها واشتغلت يعني فوايد أقسام غير عن قسم، صراحة صدق هي أمراض السرطان واحد من أصعب أنواع الأقسام اللي تشتغل فيه منها النفسيات. يعني المرضى صدق يحتاجون الدعم، يحتاجون المساعدة في مثل هذه الحالات. وإحنا هذه شغلنا مو بس شغل، عندنا تشريعات، عندنا قوانين، يعني عندنا اهتمام خاص لهذه الفئة من المجموعة. يعني حتى نساعدهم كيف يحصلون مساعدات، كيف يتلقون علاجهم، تثقيف التمريض اللي نعطيهم دائما. فهي شغلة جدا جيدة والحمد لله. هني يقولون شو يعني دائما ممرض يشعر المريض بالتفاؤل، وانتم تشتغلون على هذه النفسية. طيب انا بقرأ بعض الرسائل اللي جتنا على 4006. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أشهد الله أن مهنة التمريض أهم مهنة في الطب، وخاصة في غرفة الولادة. أم سهاد تقول هذا الكلام. صباح الخير أخوي محمود، سؤال الحين مستشفى لطيفة ليش ما تأخذ الإنشورنس عشان تغطية الحجرة؟ هم يقولون ادفع وبعدين تفاهم مع الإنشورنس. الآن موضوع هذا الموضوع شوي بعيد عن موضوع حلقتنا اليوم، لكن في آليات عمل جديدة بخبرك عنها إن شاء الله من نجيب دكتور حيدر بيقول لك عنها بالتفصيل، فبحول السؤال عليه. كيف تقبل الأهل لعمل ممرضة مواطنة بعد منتصف الليل؟ منو بيجاوب؟ حد منكم يمسك شفتات الليل؟ كنا قبل. أيه. زين والحين؟ لا. الحين مواطنة ما يعطون شفتات الليل؟ لا يسوون شفتات على حسب، يعني على حسب الدرجة الوظيفية، حسب الدرجة الوظيفية وعلى حسب النوع الوظيفة اللي هي شو أي قسم تغطي يعني. إنزين مهنة لها تقدير كبير من أفراد المجتمع، فلكم منا كل الشكر والتقدير وإلى الأمام دوما. أنا كنت أتكلم على النظرة اللي مو بحلوة كانت سابقا لهذه المهنة، ولكن أشوف الآن التعليقات اللي تي كلها يعني تعليقات إيجابية. صحيح. وتعليقات تشجيعية لكم أنتوا كمواطنات في هذه المهنة. أيضا في حد يقول، علي يقول هل تشجعون البنات للدخول في هذه المهنة؟ أكيد. يا سلام، شفتوا كيف بكل يعني قوة قالوا ثلاثتهم أكيد. إنزين يقول كفاح الكعبي، تحياتي محمود لك ولملائكة الرحمة. شكرا لك يا كابتن، وإن شاء الله تنغلبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تتم الهروب. تم الهروب من المحاضرة. عندنا واحد من المستمعين ما شاء الله دائما عنده في هذا الوقت محاضرة، يشرد يسمعنا ويرجع مرة ثانية، فحياك الله. طيب شو أصعب شيء يواجه الممرض بعمله يا ترى؟ مواجهة الناس مواجهة الناس بخبر سيء، يعني بخبر بالضبط. سيء. هاي أصعب شيء. هذه حتى الدكتور نفسه بعد كذلك، يعني إن واحد يواجه الناس بخبر سيء خاص به، خاصة في الإنعاش. ما يصير. إحنا أنا بالنسبة لي في الطوارئ إذا يعني طفل ومحتاج إنعاش وما قدرنا نسعفه. هذا الشيء يقول أيمن، يعني يسأل كيف كم يأثر على النفسيات ويأثر على نفسيات الأهل والناس اللي حواليهم. ف
يأثر طبعا، يأثر يعني وايد. شو اللي يأثر فيه؟ أنتوا شو تحسون فيه؟ من يبتدي خضرة ولا ابتدي أنا؟ طبعا ممرض وجوده مثلا مع المريض يكون يعني باني علاقة مع هذا المريض، وفجأة ممكن يفقد هذا المريض لأي سبب كان. فوجود أن أنا ممكن أنقل هذا الخبر للأهل، أنا أكون في وضع أني مجبور أني أكون أقوم بهذه الشغلة، وفي نفس الوقت يعني أنا أتأثر نفسيا لأن حولي يعني معتمدين علي الآخر. ف أنا أعتقد يعني بعد الصعب أعتقد صعب جدا يعني أنك تتابعين حالة المريض من دخول المستشفى بالضبط، تستلمينها كأمان غير الثقة اللي تكون موجودة، نظرة الثقة عند الأم أو عند الأبو. ويوم تسيرين البيت عقب الدوام هذا الموضوع تشلين وياك فيه؟ أكيد صح. أكيد تحسين فيها؟ طبعا هو طيب. صراحة نحاول أن ما نتأثر قدر الإمكان، يعني الواحد يحاول يوم يتعامل مع المرضى يتعامل معاه بطريقة ثيرابيوتيك اللي هو الطريقة علاجية، يعني حتى طريقة كلامه معاه الكوميونيكيشن تكون ثيرابيوتيك. يعني ما نبقى إحنا في النهاية نكون متأثرين مع المريض. جميل. طيب المناوبات الليلية صارت في كل الوظائف ليست بالتحدي الآن، صح كلام سليم؟ ما شاء الله دكات ما فهمت شو اللي كاتب لنا. your signal so so clear from Egypt. حياة الله شكرا. متأكدين؟ زين هي والله هذا الكلام بيقول. عموما هني واحدة تقول أنا ممرضة مواطنة وقد تركت مهنة التمريض من 8 سنوات لظروف خاصة، ولكن الآن قدمت لي أعمل كممرضة في المدرسة، ولكن الرد هو لا شاغر لا شواغر، فأين هو تشجيع المواطنات الذي تتحدثون عنه؟ تعالي هيئة الصحة قدمي. ها؟ قدمي هيئة الصحة. إذا هي وبعدين تركت المهنة 8 سنوات هذا ما يتطلب منها بعض الممارسات أو التراخيص؟ في ساعات معتمدة بالنسبة للممرضات يعني عشان تحصل على الرخصة. الرخصة مرة ثانية، أنتوا رخصتكم مثل يعني فيها تمرون باختبارات وأشياء معينة على أساس أنه دائما تكونون تجدد، يعني لازم تكون أبديت. هي أبديت في هذه المهنة، هذا مثل الأطباء بالضبط. انزين الان اللي يجي في بالي الحين هذا، ليش ما تسوون دكاتره؟ دائما يسالونكم هذا السؤال. اولا احب اوضح لك نقطه، التمريض مهنه مستقله بذاتها ما لها علاقه بالطبيب، ما مش دكتور يعني. يعني ممكن احنا يصير في عندنا تسلسل وظيفي معين ونوصل لدرجات علميه معينه وشهادات علميه معينه تخص بالتمريض وتخصصات متفرعه من التمريض. يعني انا مثلا ممكن اقول لك انا اساسي تمريض، يعني عندي دبلوم في التمريض، متخصصة في القبالة، وعندي إدارة منشآت صحية كماجستير. فالتمريض الحلو فيه أنك أنت ممكن تتخصص في كذا مجال. صحيح. ها خضرة. بالضبط. أنا الحمد لله عندي بكالوريوس سموني بكالوريوس التمريض من جامعة الشارجة. انزل جربي المايك من عندك، عوستيني خضرة اليوم طول الحلقة. عندي بكالوريوس من جامعة الشارجة بكالوريوس التمريض، وعندي ماجستير من جامعة برادفورد اللي هو انترناشنال هيلث مانجمنت. ما شاء الله. والحمد لله أنا لو من البداية أدرس طب كنت درست طب، لكن اخترت مهنة التمريض كمهنة مستقلة وكمستقبل يعني. لا بس هي الفكرة أن أنت عندك دراسات عليا ممكن تدخلين فيها. هي بس كمجال تمريض يعني أقدر أتعمق بشغلات ثانية. صح. يعني ما يخص أني أكون مثلا بالمجال الكلينيكي نفسه اللي هو في بالمجال نفسه مجال الأقسام ومجال المرضى، عندي مجال أدخل مجال إدارة، مجال تعليم، مجال بحوث، مجال جودة مختلفة. هي جودة. يقول أنا كنت سكرتير مدير طبي لمدة 6 شهور، الله يجزاك خير الكادر الطبي، أحلى صباح لأحلى ملائكة الرحمة، جدا مهنة عظيمة وشريفة، شكرا لكم. شو تنصحون أحسن تخصص للممرض؟ ما عندكم تخصصات مختلفة؟ أحسن تخصص شو؟ على حسب شخصية الشخص شو يمكن يتحمل، شو ممكن، شو الشغف، شو حبه، هو شو يعني. زين ما شاء الله منورين، تحياتي للجميع، لا تلوموني إن شاء الله بتغير ما. شكرا لكم الصراحة توني قدمت، هذا اللي أعطينا الموقع. صديقتي العزيزة صفية المازم رئيس قسم التمريض عندكم أبعث لها تحية عبر برنامجكم الجميل.
منو صفية؟ صفية المازمي. صفية ممرض مسؤول معاي في القسم. ليش ما يسوها معاكم؟ والله هي في إجازة مرضية. لا الله يقومها بالسلامة. ممرضة وإجازة مرضية. الله يقومها بالسلامة إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله. طيب هنالك يعني نحن تحدثنا عن مسارات وظيفية خاصة للتمريض وأيضا تكلمنا عن بعض التحديات اللي تواجهكم في هذه المهنة. أبغى أعرف ليش هنالك عزوف من قبل المواطنين والمواطنات لهذه المهنة وكيف نقدر نشجعهم على أن ينخرطون في هذه المهنة. يعني شو أحلى عن شيء مستقبل مضمون ووظيفة مضمونة أول ما تتخرج، شو المواصفات اللي الواحد لازم يكتشفها في داخله على أساس أنه ممكن يدخل من غير ما يكون في حالة إنسانية دفعته، مثل ما أنا يعني هذه شفته في أكثر من شخص أنه في حالة إنسانية دفعته للانخراط في هذه المهنة وخلته يحب هذه المهنة. ولكن نحن نتحدث عن مهنة وايد مهم أن يكون فيها عدد كبير من المواطنين وفيها شح للأسف. أنتم تنعدون ما بقول على صابع، لا يمكن تكون أكثر يعني الفترة الأخيرة، لكن يعني بالمقارنة كنسب لا تذكر. صح ولا؟ صحيح. إنزين شو الأسباب؟ دور التسويق. بعد رديت التسويق. يعني مثلا هنا لو مثلا وزارة التعليم مثلا تطرح منهجية أن تنطرح مهنة التمريض كمهنة تطوع خلال سنوات الدراسة، بيعطون مجال حق الطلاب إنهم يتعرفون عن هالمهنة، يتعرفون عن المهنة مو يعني تحت مسمى إنها مثلاً بشكار مثل ما كانوا حاطين في بالهم قبل، بالعكس بيدشون الفيل بيشوفون تعامل المرضى كيف تستقبل المريض، كيف تمتص غضب المراجع اللي قدامك، كيف يكون عندك أسلوب تتواصل مع الناس اللي محتاج رعايتك، محتاج منك الدعم المعنوي فوق كل شيء. على طار الدعم المعنوي سبحان الله، انت تقولي هالكلام ففي عندنا حد يقول هني شكرا نور دبي على الاستضافه الحلوه وتسليط الضوء على مهنه التمريض، ما قصرتوا يعطيكم العافيه، حسينا بالدعم المعنوي. تفضلي يسري قولي لي. هو صراحه يعني مثلا حاليا احنا مستشفى دبي الحمد لله يعني ادارتنا اوكي معانا في التمريض، يعني عندنا مبادرات بالنسبه لنشر وتوعيه عن التمريض، يعني مثلا عندنا منتدى الممرضات الاماراتيات اللي هي موجوده في كل هيئه الصحه اوكي، وعندنا نحن مجموعتنا اللي في مستشفى دبي ايش نسوي، واحد من المخططات ان نطلع المستشفيات على المدارس سوري اللي هم الطالبات الجامعي بيدخلون الجامعه ونقعد نثقفهم عن التمريض ونقولهم ايش هو اساسيات التمريض وايش هو شيء زين فيه. واذا فكرت فيها يعني التمريض يعني هذا الشيء موجود في كل انسان، يعني هي موضوع انساني بحت، فكل إنسان عنده هذا الإنسانية وكل إنسان عنده تعاطف عنده رحمة، فيعني ما يحتاج حتى إن الواحد يعلن عن هذا الشيء، يعني هي مجال جدا جميلة، هي مجال تتعلم فيها الصبر، يعني تفيد فيها مجتمعك تفيد فيها نفسك، حتى لو درست وتميت في البيت وما اشتغلت أنت تعتبر يعني شيء من ضمن عيلتك إنك درست التمريض. جميل. ممرضة مسؤولة وداد من مستشفى راشد، سلام عليكم. زين يقول انا واحد يقول انا فانز قديم معكم، حياك الله معانا. انا هني في شغله كنت ابغى اتكلم عنها نسيتني الله يهديك. شو بغيت اقول؟ هي عن الحوافز اللي تعطيها هيئة الصحة في هذا المجال. خبروني في برامج معينة الهيئة تسويها للالتحاق بهذه المهنة، في شغلات في حوافز يعني تستقل هيئة الصحة إنها استقطابها بالنسبة لمهنة التمريض بالنسبة للمواطنين الدرجة الوظيفية، يعني مجرد ما أنت تتخرج من الجامعة تضمن درجة وظيفية 11. الخريجين عادة في الوظائف الثانية يعطون 10 في القيادة الحكومية، هي يعطوهم 10 فأنت تضمن 11. طبعا في تسلسل وظيفي وفي مسار وظيفي واضح بالنسبة للممرض، وفي عندك ورش عمل تدخل لها تدريبات تمشي لها، فجدا أمور محفزة يعني في هيئة الصحة. Happy to see you Dubai ladies. Yes. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وعلى المشاهدين والمستمعين، افتخر ببنات البلاد اللي بجميع المهن الطبيه، والى الامام يوم نشوف ممرض او دكتور مواطن يخف عليك المرض. هذا عبد الله الزيودي. صحيح. ها صحيح. طيب انتم شو تحسون فيه لما تشوفون يعني تتعاملون مع الوان واشكال وجنسيات مختلفه في هذه المهنه؟ زين
بالنسبة لما تشوفون حد يتويع قدامكم شو اللي تسوونه؟ حد ممكن يقول يعني يتعاطف إنسانيا وكذا، لكن أنتم مطلوب منكم أن تكونون شوية قوية غير عن ردات فعلكم عن الناس العاديين. هي عملية التواصل أهم شيء أخوي محمود، لأن أنت شوف لما تتواصل مع شخص مريض لغة التواصل تأثر على فكرة. يعني ميني أنا مريض يتكلم باللغة العربية ويجاب الممرضة عربية يتكلم معها بنفس اللغة، في مجال أنه يوصل لها إحساسه بشكل أسرع، فتحس أن المريض يرتاح نفسيا ويقدر يعبر عن شعوره الداخلي بشكل أسرع. هاي وجهة نظري صح ولا لا خطأ؟ وبالنسبة للمواطنين يعني تحسين الشعب الإماراتي يوم يشوف الممرضة إماراتية يستانسون على هالشيء، لأن هذه الممرضة يعني تفهم اللي هو الكلتشر والتقاليد والعادات، صح العادات والتقاليد تكون متقاربة، وهذا جدا مهم جدا مهم، وتحافظ على أسرارهم وتعتني فيهم، فضروري جدا أنها تكون من بنت بلد. صح. طيب خضرة ما تسول فينا، شو ساكتة ما شاء الله، خواتم قصرت ها؟ خوات مش مقصرت. أنا بسألك خضرة، يعني خبريني واحد من المواقف اللي صارت لك، ممكن يكون موقف إنساني، موقف يفرح، موقف يحزن، خبريني سالفة كذا مال. أدري وايد عندي سوالف، قولي سالفة. إيه قولي وايد صراحة، ما أتذكر. إيه. تستوي لك كل يوم قصة. كل يوم قصة صراحة. كل يوم قصة. إيه كل يوم يوم كل يوم تلقى لك شخص شكل. زين مثلا حد منكم خواتي يتذكر سالفة شيء يبغى يشاركنا فيها؟ والله السوالف وايد خوي محمود، بس ما أدري يمكن ما يحضرنا نتذكر بالضبط يعني التفاصيل. إنزين أنتوا في المحيط العائلي مالكم ولا الجيران ولا كذا، حد منكم يطلب منه يعني وصفات أدوية أو كذا؟ وايد. توصفون وصفات؟ لا وصفات علاجية، وصفات كلامية ممكن. كلامية ها ما شاء الله، المفروض أنكم ذو خبيرات بعد الحين صحيا يعني، مثلا استشارات يعني راي مثلا، مواعيد وين يصير عند اي دكتور، ومن الاكسبيرينس الواحد يتعلم وايد اشياء طبعا. انزين عموما منورين، منوره الوالده، منو عاد الوالده خبرني؟ اي وحده؟ خديجه ولدي في المدرسه بعد. زين ما ادري واحد اسمه بعد غريب، دراغون اسمه. اوف جايب التنين. زين افتخر بخواتي واتمنى زياده الكادر الاماراتي في التمريض، السموحه منكم موضوعكم جدا شيق، مشغوله بطلع، حياك الله يا ام مروان. صباح الخير من صربيا، سؤال تفضل يا ابو جاسم من غير ما تستاذن تسال. الاخت خضره متميزه ونفسيتها رائعه. شكرا. خضره ما تسولف ساكته اليوم، تحت الهواء ما شاء الله ما تسكت. من هي اول ممرضه محترفه في الاسلام؟ ها حد منكم يعرف؟ رفيده بنت كعب. رفيده بنت كعب الإسلامية بعد من الإسلامية. إنزين ردوا عليك أبو جاسم، عاد سامحني أنا ما عندي وايد وقت، عندي دقيقة تقريبا بقسمها عليكم، كلمة أخيرة تبغون توجهونها، ببتدي من السرية، من الصغيرة، من الصغيرة، يلا من الصغيرة من الصغيرة. مهنة التمريض مهنة سامية، وعبر منبر نور دبي أحب أقول لكل البنات ادخلوا مهنة التمريض، خلنا نساهم على خدمة البلاد، ونشرفكم إن شاء الله في هيئة الصحة في دبي. خضرة خليني آخر واحدة. آخر واحدة زين تفضلي يا سرية. أحب أشكر القناة نور دبي، وأشكر هيئة الصحة، وأشكر المدراء كلهم على الدعم اللي يعطوني إياها في التمريض، وصراحة أشجع كل البنات، لأن يا إما تطلعين مدرسة يا إما تطلعين ممرضة، صراحة هذا هو شغلة الحريم المفروض، فأنا أشجعكم صراحة، صدق على التمريض، وهي مهنة جميلة جدا وفيها دعم كثير جدا. أنا حييت على صراحتك سرية، تفضل يا خضرة تسوي لنا مشاكل. أنا أحب أشكركم على الاستضافة الطيبة، وأوجه الشكر للحكومة طبعا على الدعم لا محدود على يعني تحافظون على مهنة التمريض، والشكر موصول لهيئة الصحة من معالي حميد القطامي والإدارة مستشفى راشد والإدارات الثانية، وأشجعكم صراحة تدخلون مهنة التمريض، بس إذا اللي قلبه جامد يعني. شو يعني اللي قلبه جامد؟ هي يعني انه يعني قد المسؤوليه وقد ما يتحمل يعني. ذكرتيني واحد من الشباب ايام الجامعه دخل الطب عندنا غصبا عليه داش طب،
يعني تم على أول سنة في التخصص أربع مرات يغمى عليه زين وقام طلع يعني ما قدر يكمل خلاص مع أنه متفوق وهذا ودخل هندسة وما شاء الله الحين واحد من الشخصيات القيادية في الدولة. ملائكة الرحمة يتعرفون الله يحفظهم الله يديمك ويحفظكم. أنا أفا مبشر أنا في التدقيق طيب إذا مريض يشجع برشلونة وأنت مدريدية هل تخافوا؟ أنا مدريدية على فكرة. انت مدري سبحان الله مو مرتاح لك مني لستي هني انزين. الله يجازيكم خير بارك الله مرضاتنا الاماراتيات والى الامام ام مهند الاخوات والاخ متميزين شكرا لكم الاخت خضر متميزه ونفسيتها رائعه شكرا لكم سموحه منكم موضوع شيق هذا وصلنا هني نخاف من الابر نحن لا أبسط شيء عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع. شكرا لكم خواتي على تواجدكم معنا وشكرا لكم على المجهود اللي تقدمونه وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك أيمن سرحيل وأيضا شكرا لكم مستمعين اللي كان معنا عبر الأثير أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. أي في شغلة أنا أبغي أتحمد بالسلامة للدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية البارحة يعني يتها إصابة وهي يعني أثناء تأديتها واجبها كانت تقدم محاضرة في القطاع وسبحانك يا رب قدر الله ما شاء فعل. نتمنى أنها يعني تشافى وتعود إلى العمل في أقرب فرصة. فالله يواليك الصحة والعافية دكتورة منال ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.